عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهده، كل سنه وانتم طيبين. الحلقه النهارده جامده قوي قوي، معايا بنتين عاملين زي القطط، عينيهم خضره، هما بيخربشوا. بس النهارده الحلقه بتتكلم على الصراحه، بس انا من رايي النهارده الحلقه هتتكلم على التناكه. معايا الاعلاميه والجميله والحلوه قوي، اسمع لها سقفه كبيره قوي، ريهام سعيد، سقفه كبيره. ومعايا البنت الشقيه، قصدي القطه الشقيه، سقفوا لها سقفه كبيره، ريم البارودي سقفه كبيره قوي. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيب يا سعيد. رمضان كريم عليكي. الله اكرم. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. رمضان كريم عليكم. الله. نبدا ونتكلم بصراحه. اوكي. تبقى صريحه؟ انت عارفني. بصراحه الفنان لما بيكبر بيتنك على الناس؟ لا، عمر الفنان ما يتنك على الناس. ازاي؟ يعني عمره يعني عمره ولا وهو صغير ولا هو كبير يعني. انت ما بتتنكيش على حد خالص؟ لا. يعني بتقابل الناس في الشارع تسلم عليهم عادي و... اكيد. بترد على التليفونات؟ لما بكون بشتغل او بصور ما بردش على كل التليفونات يعني. بس انا عارف ان انت ما بترديش على اي حد. طبيعي، لانك انت بتصور وبتصور طول اليوم، يعني اليوم فيه 24 ساعه. لا لا، غير التصوير، غير يعني انت بتصوري السنه كلها؟ مالك يا سعد؟ لا انا البرنامج النهارده بصراحه، البرنامج النهارده بصراحه. انت يعني انا عارف انت ما بترديش على الصحفيين، هل واخده موقف معاهم ولا؟ لا خالص، بالعكس، برد. عندي صحفيين صحابي، بس عندي حد ماسك شغلي. بس برد على معظم صحفيين صحابي اللي انا عارفاهم. بس انت هترد على مين ولا مين ولا مين؟ ريهام سعيد، الفنان لما بيكبر وبقى نجم بيتنك على الناس؟ لا، لو كنت بتعتبر ان عزة النفس او الاحساس بالنجاح تناكة يبقى يعني ايه عزة نفس؟ يعني اذا كان الواحد يحس باهميته او ان هو ناجح، فانت تفهمها انها تناكة او غرور، يبقى من حق اي حد ان هو يحس انه نجم. الاهمية اللي الناس ادتها له يبعد عن الناس؟ لا لا، مش بعد عن الناس، بس هو غصب عنك، هي ناس شايفاك بعيد. الناس كلها بصراحة، ومش انا يعني، الناس كتير بيقول انت تنكة، دي حقيقة؟ يعني حتى لو مش مهم. ازاي؟ يعني انت مثلا بتقابل ناس يعني لو سلمتي اوروفوار اوروفوار كده؟ لا، هو انت كانسان طبيعي مطلوب منك ان انت يعني انت لما بتدخل على عزومه كبيره شويه بتشاور من بعيد وتقول اهلا وسهلا. بتكسل تسلم على كل حد. تخيل بقى انت داخل حته كل الناس عارفاك، هتسلم على كل الناس، ولو ما عملتش كده تبقى انت تنك. انت بتعملي كده مع الفنانين وزمايلك زي ما بتعامل الناس بره؟ نفس المعامله برضو؟ لا، يمكن انا مش اجتماعيه، فلكن انا بقول لك انا ما بيهمنيش راي حد فيا بصراحه. ايه اكتر اشاعه ضايقتك؟ حسيت ان ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا بتعملوا فيا ليه كده؟ أنا مش انا كده. ما عنديش يعني اشاعات. ما فيش اشاعات ضايقتك خالص؟ لا، كلها اشاعات على سنه الله ورسوله. جواز ريم بارودي من مطرب معروف او ملحن معروف، مش لازم انت ما اتضايقتيش؟ ليه انتوا بتعملوا معايا ليه كده؟ اشمعنى انا؟ او ليه الموضوع كذب؟ او ما طلعتيش اتكلمتي؟ لا، اتكلمنا بعد كده يعني، ووضحنا لان احنا من اعز هو من اعز اصحابي يعني، وضحنا ان مفيش ارتباط. بس ما ضايقتش يعني، مش حاجه تضايقني يعني. اكتر اشاعه ضايقتك ايه؟ لا، طلعت عليا اشاعات كتير جدا جدا. ايه اللي ضايقتك وممكن تعيطي منها او تقولي انا اتظلمت؟ ليه عملتوا معايا كده؟ لا، اعيط ما بعيطش، عشان ما بقاش كذابه يعني، ما بعيطش. سوري يعني، ليه ما ليه؟ عيط ليه يعني؟ ما هو كلام عبيط، مش حقيقي يعني. كلام يخليك. لكن انت لو حاجه تعبتك بتعيطي عادي زينا. ايه زينا دي يعني؟ ما بتعيطيش خالص حضرتك؟ مش فاهمه، من كوكب تاني يعني؟ لو حد توفى برضه ما بتعيطيش؟ يعني دي حاجات انسانيه. لكن انا هقرا جورنان خبر فاقعد اعيط؟ لا لا لا، حد لا قدر الله، حد يعني. انت بتقولي لا ما بعيطش خالص حضرتك؟ لا، ما عيطش على اشاعات. بتقولي ايه الاشاعه اللي سمعتيها وعيطتي؟ لا، ما بعيطش من اشاعات يعني. اعيط من لا، بروح مكلمه المحامي، بفكر ازاي ابهدل اللي عمل كده، اخد حقي ازاي، لكن ما بعيطش يعني. طب ولا اشاعه يعني؟ طب انا لا، في اشاعات كتير قوي. اشاعه اتجوزت صاحب قناه، واشاعه تانية خدت شبكه من واحد، واشاعه ثالثه، مليون اشاعه. ايه موضوع الشبكه ده؟ ده انا كنت مخطوبه لواحد واخدت منه شبكه بنص مليون جنيه. ده حقيقي؟ طبعا، شايف الشبكات دي 250 منهم. ريهام، انا بتكلم بجد. والشبكه بنص مليون جنيه دي تبقى عامله ازاي؟ مش عارف. ما بتحسيش؟ ما حدش قال لك ان انت تنكه؟ ايش دخل؟ لا لا، انا بتكلم بجد، ما حدش قال لك ان انت تنكه؟ بص، انا ساكته عشان موصيني وانا داخله.
ان هم عايزين يكملوا البرنامج معاك، ما تكملين حضرتك وان انا. في ضيوف بيقولوا لهم كمان ان انا المذيع عشان يرضوا يجوا. لا والله. ف يعني فهم انا جايه بنقذ موقف مش اكتر. فاصل ونعود مع ريم البارودي ورهام سعيد. ايه بقى مش هينفع مذيع وانت ايه الجمل اللي انت حضرتك كنت لا انت قاعد تقول يا تينكا قدام الناس، انت بتشتمني قدام الناس. انا مش تينكا بقول لك، وهشيلها على فكره من المونتاج. بيقول لا تشيل المونتاج وانت حضرتك اللي ماسكه البرنامج حضرتك. لا انا مش ماسكه البرنامج، انا جايه وقايله لاحمد حرمايه وقايله لكل الناس ان انا اي لا كلمه مش هتعجبني انا مش واثقه فيك كمذيع. طبعا يعني ايه تشيليه حضرتك؟ انا مش واثقه فيك كمذيع. انا ما قلتش حاجه، استني بس. انا مش واثقه ان انت تقدر تدير حوار. انا بشوفك بترقص بتغني بتطبل، لكن ما تبقاش مذيع. انا جيت عشان انقذ المكان اللي انا بتكلم اللي انا بشتغل فيه، طلبوا مني خدمه فانا بعمله. ما ينفعش تعيني مونتاج وما ينفعش حضرتك سعد. ده عشان كده بقول لك انت تنكر. سعد عشان سعد مش دخلت انا قبل الاشاعات. سعد انا بكلمك على فكره. استني يا سلام، يعني انت تمام يعني مش تنكر؟ انا كل حاجه اتفاجئت، يعني كل حاجه اتفاجئت بيها ريم. يعني لما تقول لواحد انت ما تنفعش تبقى مذيع يبقى مش تنكر. طبعا مع احترامي مع ريم، بس هي هتطلعي لوحدك وبعدين لقيت ضيفه ثانيه. يعني كل حكايه مفاجاه بالنسبه لي. فخلص الحكايه. ماشي يا فندم ماشي. انا فعلا ده انا لازم ابقى رخم بجد بقى. مش بس انا عايز اسالك على نفسك. رخم على نفسك. اوكي ماشي اوكي. يلا استاذ بايرك جاي من الفاصل. طب قوله لاحمد الهواري يقول له حاجه في الايربيس. مش دخلت انا في الاشاعه. يلا استاذ، اول مره اشوفك كده في حياتي. اريم ايه موضوع مسلسل شك؟ طالعه بطله؟ طالعه ايه دورك؟ السؤال طالعه ايه في الشبكه؟ الشبكه؟ ايه الشبكه دي؟ الشبكه بتاعت الفيلم. طب تاني بقى تاني. يلا يا استاذ. يعني ضحكت اهو. قلتكم يا جماعه. يا لهوي تقول لك يلا يا استاذ. انت مش مركز يا سعد. ده واحد وسط اثنين ابرات. ما هي يا استاذ لما تغلط فيا وانت ساكت يا استاذ عادي كده يعني. ايه الزغله دلوقتي؟ هي كل كلمه بتحطها ليه؟ وما توصلش على موضوع تاني. على فكره عايز اقول لك، انا اشهر من البرنامج بتاعك. اشهر من ايه؟ من البرنامج بتاعك. بايه؟ ما هو المهم تبقى مشهور بايه؟ بمحبه الناس. لا يعني تبقى مشهور بالخير ولا مشهور بالرأس ولا حمدي. مشهور بالرأس باي حاجه. باي حاجه. مشهور بالحمار باي حاجه. بالظبط. يلا هنعمل حلقه ان شاء الله. يلا ريم يلا ريم يلا 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 استاذ جاهزين. يلا عشان الاستاذ عنده اكل عيش. يلا عشان نخلص. يلا يلا طبلي. لا طبلي يا ريم. يلا طبلي. لا طبلي عادي عادي. يلا عادي مفيش مشكله عادي. لا لا انا مش عارفه. يلا يا جماعه يلا يلا عشان احنا من الساعه 6 تقريبا. والله يلا استاذ. يلا صلى. طب ساعد بعد اذنك. بس نازل ايدك ساعد بعد اذنك. نازل ايديك واقفل رجليك. ده بجد مفيش مذيع يقعد كده بجد. التريقه التريقه ريم التريقه. ثانية واحدة يا جماعة والنبي. براحتي بقى. هما جايبيننا عشان كده أرحم. هما جايبيننا عشان أنا نجم والله. بتضحك على إيه؟ جايبينك عشان أنت نجم. أنت نجم يا حبيبي. أنا قلت حاجة نكتة. أنا كلمتك حضرتك. مش مصدقك. خير الله ما قاله. يلا استاذ يلا استاذ قريب، ممكن تكلمينا على المسلسلات اللي بتذاع دلوقتي؟ ايه الكواليس اللي كانت في المسلسل ايه؟ بعمل مسلسل الشك ده من اروع الكواليس اللي اشتغلت فيها، لانها فيها كوكبه كبيره من النجوم. كلنا بنكمل بعض. معك مين ومين؟ مي عز الدين، ريهام سعيد. يعني هي معاكي في المسلسل. قلتي لي بقى كملي. ما تقابلناش على فكره. عادي عادي ما تقابلناش بس معاكي. لسه ما كملتش على فكره. اتفضلي حضرتك. بس معاكي استاذ، يعني انتوا مع بعض مسلسل عادي؟ استاذ رغده واستاذ حسين فهمي واستاذ مكسيم خليل واستاذ نضال الشافعي. كوكبه كبيره جدا، كلنا بنكمل بعض. يمكن ما تقابلناش فعلا زي ما ريان بتقول، بس من احلى كواليس. ويمكن ممكن تسالها ان استاذ محمد النقلي اصلا مخرج كبير، يعني من احلى الكواليس المسلسلات بتبقى مع استاذ محمد النقلي. وفي العقرب مع منذر ريحنا واستاذ نادر جلال. اسالك سؤال، في مشاهد بتبقوا مع بعضك فيها؟ من حظي الوحش. مفيش ولا؟ لا من حظي. من حظك الوحش؟ ليه؟ ليه حظك وحش ليه؟ لانها اعلاميه كبيره ومحترمه، واصلا هي ممثله كمان يعني هي كانت هتعليكي لو في مشاهد معاكي؟ تعليني في مشاهد معايا؟ اكيد لما بقى اتنين ممثلين كويسين بيعلوا بعض، اكيد طبعا.
يسعدني ان انا اشتغل. انا سؤالي واضح، انا مش دعوه بيك، هي كريم سعيد. ريهام سعيد هي معاكي لو عملت مسلسل؟ هقول لك حاجه ثانيه، سيبك من السؤال ده. ريهام سعيد هنعمل فيلم مع بعضينا، وجم قالوا لك ريهام سعيد معاكي، انت تحسي ان ريهام سعيد هتعليكي في الفيلم؟ طبعا هتعليكي. طبعا بمنتهى الصراحه، بمنتهى الصراحه وما تكذبيش، عرض عليكي فيلم وقالوا لك معاكي ريم البارودي ومنى فضالي، تختاري مين فيهم؟ لا بص، مش اختار فيهم، بس انا اختلف مع ريم. انا يعني بشكرها طبعا اللي قالته، بس انا ما بيفرقش. اضحكوا على ايه يا جماعه؟ لا بجد ما بيفرقش مين قدامي يعني. لا ما انا سؤالي واضح برضو، انتوا كمان عشان ما ايه. انا استاذ احمد السوق. لا يعني انا لما قبلت ورق الشك ما سالتش مين اللي بيعملوا، مين اللي بيعمل الادوار. انا بكلم حضرتك، ازيك يا استاذ، عامله ايه، اخبارك؟ انا احمد السبكي، في فيلم وانت البطله، اجيب لك ريم ولا منى فضالي؟ مش هسال مين، انا بحس ده المنتج حضرتك بيسالك اجيب مين. هو لازم واحد، هو دور واحد، لا ريم لا منى فضالي. ما حضرتك ما تروحيش، هو هي مطلوبه. طيب تاخدي ريم ولا تاخدي منى فضالي؟ بس سؤال واضح. حركه، ما بعرفش اكذب قوي يعني. طب ما تعرفش تكذب، قولي الصراحه. وانا عارف، انا بصي رغم ان انا بهاجمك، انا عارف ان انت صريحه وحد بتاع ربنا وعايز اقول لك حاجه. لا بص، انا الصراحه ان الاثنين بيقولوا عليهم عصبيين في اللوكيشن، فما بعرفش اشتغل مع حد عصبي يعني. ولا ده ولا ده يعني. ريم بتتخانق مع ناس كتير في اللوكيشن ده، معروف عنها. لا لا مش معروف، هي كانت ميسره ومش عارفه. طب بتخانق ليه كتير يعني؟ هقول لك دلوقتي. مع لا انا بخاف لما بلاقي زميله اتخانقت مع زميله بس مش خناقات كتير بقى. انا عصبيه جدا، عصبيه 7 شهور وعصبيه جدا. بيقولوا انك عصبيه جدا، انا بخاف ان مثلا تتضايق في حاجه او بتاع. لازم اضرب ما اقدرش استحمل خناق في لوكيشن يعني، فاهم يعني؟ شخصيه الممثل عندي اهم من ان هو. حضرتك هتجيبي السي في بتاعه بقى قبل ما تسلمي؟ لا بجد ما بهزرش. يا استاذ محمد النوع اللي صعب قوي وعصبي، اشتغلتي معاه ازاي؟ بيبقى معروف على الناس. لا بس استاذ محمد لما بيزعق بيزعق هزار. لكن في ناس بتزعق بجد. عشان خاطري، عشان خاطري انا احمد صبكي بقول لك ريم كلمتني ونفسها تبقى معاكي، هتاخديها ولا لا؟ انت جاي توقع بينا يعني؟ انا بتكلم صريح، انا عارف، عشان كده انت صريحه. ايوه بس انا مش عايزه، هي هتزعل مني. لا لا صريحه، تزعل مني؟ لا لا انا ما بزعلش. الحلقه بتاعتنا اسمها الصراحه، هتكدبي لي حضرتك؟ برنامج اسمه مش هيك، مش كذب ولا حاجه يعني. انا لا، انا ما بيفرقش معايا. ريم البارود تعالي، ريهام سعيد ولا لا؟ لا ريهام سعيد عاليه بريهام سعيد. الوضع قوي يعني، بلا ريم البارودي. لا دي حقيقه، بلا ريم البارودي. لا هو انت لما بتعمل مع حد بيعليك يعني. هي لو هي بتعمل شك دلوقتي، فنانه رغدة او حسين فهمي معلينها؟ لا في حاجه، هي عاليه بشكل. انا المسلسلات حاجه والافلام حاجه يعني. انا لما اجي بعمل فيلم يروح عمال احمد سبكي يقول لي انا هجيب حد يسندك او يعليك. لا انا ما فيش حد بيسندني، انا بطلع، انا عندي جمهوري لوحدي. حتى لو معتمده على الاعلام في نجاحي، انا عندي جمهوري لوحدي. يعني عملت فيلم ما فيش حد بيسندني، مش هجيب ريم البارودي. طب مين غير ريم البارودي يعني؟ هقول لك كتف وقف كتفك. ما قالت لك يا عم مش حد، خلاص فاصل ونعود مع ريم البارودي وريهام سعيد. هنلعب لعبه، لعبه ظريفه كده برضو اسمها الصراحه. واللي فات ده كان ايه؟ بواخه. انا مش عارف اقول لكم ايه من الحلقه كده، مش عارف. هنلعب لعبه يا جماعه، لعبه جميله قوي اسمها لعبه الصراحه. اللعبه دي بتوقف انت تقولوا ولا لا. اللعبه دي هتخصم منك 10000 جنيه من اجرك، وانت 10000 جنيه. اللي هيكسب فيكم مش هيدفع 10000 جنيه، اللي يخسر فيكم هناخد 10000 جنيه. ممكن نوديهم جمعيه خيريه، ممكن نوديهم عندي في الجامع، لاي حاجه. المهم ان في 10000 جنيه هيروحوا في اي حته. متفقه تلعبي؟ بس انا مش واخده اجر اصلا. حاجات ببلاش حضرتك؟ وفي اما ادفع 10 ادفع من جيبك حضرتك. انت مبسوطه؟ اتجوزت عرفه قبل كده؟ لا. اتجوزت عرفه قبل كده؟ مش فاكره. مش فاكره؟ يعني مش فاكره انا اتجوزت مره مش فاكره. حاجه اكذب؟ مش فاكره. حاولي تفكري عشان ما تخسريش. خلصت كتير قصدي. لا ما انا عارف، فضل ربنا انت اتجوزت كتير، عارف سنة الله ورسوله. ما بسبق لك عشان ما اليومين دول ما بتحبيش، مش معجبه بحد؟ دي لعبة الصراحة؟ بجد؟ لا خالص. لا. أي نظرات، أي حاجة من أي حد قريب كده؟ نظرات خالص؟ لو دورت في التليفون بتاعك دلوقتي ومسكته، مش هتلاقي كاتبة حبيب قلبي؟ متأكدة؟ يعني ممكن اخد التليفون بتاعك واشوفه؟ خده. ايه؟ عايز ايه؟ تمسك تليفوني؟
لا بسألك، لا مش همسكه، انت بسألك يعني. حبيب قلبي بلدي قوي، روحي بلدي قوي يا سعد. بلدي ما انا عشان من شغل يكتبوا بيبي ماي لاف حبيب قلبي. دي شمس البارود تقرب لك؟ طلعت وشتمت فيها ليه؟ لا 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 عفو، ما اقدرش. ايه الكلام ده؟ ده اشاعه. ايه وانت هتقعد بقى تجيب الاشاعات تقعد تسالني فيها ولا ايه؟ انا بسالك بس عشان لا الناس. طبعا ايه الكلام ده؟ ما حصلش خالص طبعا. دي اول حد بيبارك لي على شغلي واول حد بيكلمني يسال عليا. وازاي يعني؟ مش شيرين البارود اول حد قال لي مش خالص ان هو حرام ولا اي حاجه؟ خالص بالعكس. لا لا خالص، مفيش اي حرام ولا الكلام ده. ما بتطلعش خالص تقول لك ان التمثيل حرام او لازم تعتزل؟ لا كنت عامله مسلسل مع استاذ حسن يوسف، بالعكس كنت بتفرج على مشاهد ومبسوطه جدا من الشغل خالص. هي مش نفس الصوره اللي هي الاعلام بيطلعها بيها نهائيا يعني. بدليل ان استاذ حسن بيشتغل وعمر حسن يوسف بيشتغل، بس بنتها لا، بنتها في مجال تاني خالص ملوش دعوه بالفن. انا بشوفك بصراحه السنة انا قاعد تيجي حضرتك تقعد هنا؟ لا لا اصل يعني انا اعرف مدام شمسة عن قرب، يعني عارفه انها محرمه الفن للستات. حضرتك تعرفيها عن قرب؟ انا بنتها كانت معايا في جامعه امريكيه نفس دفعتي. ناريمان شايفاها يعني؟ لا بجد كنا بنروح لها البيت ونقعد معاها، كانت بتقول ان الفن مش صح. ريم مشكله مسار خلصت عليا. لا لا انا مش جاي اتكلم في مشاكل واتكلم في الحاجات اللي عندي. انا بقول لها خالص لا 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 لا. ليه يعني؟ لا انا جاي قالوا لي برنامج لطيف كده. ما ده لطيف ده؟ لا ده ما فيهوش اي مجال من اللطافه. فين اللطافه؟ لا لا حوار صريح جدا، ده نبقى ناجله بعدين. ده انا بقول لك مشكلة. لا 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 حضرتك بتصور؟ لا 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 ما تصورش يا استاذ، استنى ما تصورش. لا لا مش هتكلم في ميسره واحمد سعد والكلام ده. لا 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 كده عيب. ايه اللي جاب ايه اللي جاب حمدي؟ لا لا مش عايزه اتكلم سعد بتنرفزني قوي. انا بقول لك ميسره. لا 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 بس انا ميسره على فكره استضفتها واتكلمت قبل كده عادي. حضرتك خليكي في حالك معلش. لا بجد والله. لا معلش معلش. ايه خليكي في حالك؟ لا معلش خليكي في حالك. ايه خليكي في حالك؟ معلش خليكي في حالك. لا اصل ميسره بتتكلم عادي على الموضوع عشان هي مش غلطانه بس. طب حضرتك انا بقول لحضرتك خليكي في حالك. ما انا في حالي يعني. طيب بقول لك انا بتكلم بيني وبين ميسره وبقول لك ان هي مش غلطانه. اظن ده ما يضايقكيش. فبتتكلم عادي يعني؟ بتتكلم عادي على المشكله عشان هي مش غلطانه. ده يوم لطيف قوي. اكيد يعني اللي مقلق هو اللي غلطان. يا ستي انا غلطانه جدا على فكره. خلاص عشان نخلص الحلقه مش كل شويه ستوب ستوب ستوب، عايزين نروح. انا كمان عايزه اخلص الحلقه على طيب فكرة. عايزين نخلصها دي تاني مره او ثالث مره تقولي ستوب. كلميني انا يا جماعه مش هنقعد الصبح على اذنكم. لا هنقعد للصبح بقى على فكره، انا حره. لا ما عندناش وقت بقى، اقعدي لوحدك يعني. يا ريت. طيب حقيقي والله. والله ما يعني خلصونا. برضه ما قلتناش ميسره خلصت عليا. اتصالحتوا؟ إيه القضيه اتقفلت؟ ايه بس مفيش حاجه. سؤال ده سؤال عادي عشان المشاهدين يعرفوا ايه الموضوع. انا مش حوار صريح زي ما انت اتريقت علينا كده، حوار صريح جدا. انا بسالك سؤال عادي. اه والله اتصالحنا ومفيش حاجه واحنا اخوات. ده لو انت من هنا ابيض. مش من هنا ابيض هتقولي؟ لا انا مش من هنا ابيض، انا هنا اسود جدا. هي ميسره كانت معاكي في البرنامج وقالت ايه اللي حصل؟ ولا حاجه، قالت انهم تعدوا على بعض في المسرح ومسجات شتيمه ومش عارفه ايه، وراحت عملت بيها محضر. مين غلطانه؟ خد شهر حبس. انت كحد قلبك طيب حسيتي مين اللي غلطانه وهي بتحكي لك ميسره؟ لا انا حسيت انها طيبه جدا لانها فتحت قلبها واتكلمت. ماشي يلا. ورجعنا تاني مع البنتين الشقيين قطط زي ما انتم شايفين كده. هم بيقولوا ان انا ما ينفعش ابقى مذيع، فانا يا جماعه استسمحكم كده لمده دقيقتين اشوف المذيع يعني بيبقى عامل ازاي. امور جميل. فاستاذ ارهام تيجي انت مذيعه حضرتك ولا تيجي انت حضرتك؟ تعالي انت يا ريم انت مذيعه وانا هاجي مكانك هنا وحاولي تسالي. تيجي انت مذيعه؟ اتفضلي حضرتك. بس كوبايتي بعد اذن حضرتك كده. ورينا بقى الاسئله هتبقى عامله ازاي والموضوع. على فكره زي ما انتم عارفين كل حاجه قلناها على ريم طبعا ومع ريم مش حقيقيه. انا مذيعه البرنامج مش سعد، وكنا بنحاول. انا قلت لا اور انت روحي حبيب قلبي، ده انت روحي. انا قلت انها لذيذه وقايله لك عملت شغل. قلت لي ده لذيذه ولا لا؟ انا قلت ان في حاجه غريبه. كنا عايزين نثبت من الحلقه ان ممكن يبقوا اثنين عارفين بعض كويس وواحده بس مجرد تغلس او تقول كلام مش حقيقي او تستفز اللي قدامها. يعني اي حاجه ممكن تضايق اللي قدامك تخلي اللي قدامك يقلب عليك على طول. لكن لو احنا في حوار وفي تسامح وفي قلب كده شفاف
لو سمعنا بس بعض وحتى لو مختلفين ما يبقاش بيننا خلاف، ما كناش هنوصل للي احنا وصلنا له دلوقتي. فانا بعتذر لريم طبعا ومبسوط انك معانا، انت ضيف وبالرغم من الاختلاف فلا خلاف. يعني انا كنت مختلفه مع سعد وهي اختلفت معايا في الاخر، طبعا كان صعب عليا جدا ان انا استفزها، بس انا استفزت خلي اقول تنكه دي، فاهمه؟ لازم نتعلم ان احنا ما نختلفش ابدا. بشكركم واشوفكم بكره احمد، هقول اعتذر لك والله.